السلام عليكم، معكم يوسف ثقيل ممول حفلات الخير. انا بغيت نتكلم عن المشاكل ديالنا. بغيت نقول بانه احنا ماشي ضد الدولة وضد المسائل الاحترازية، وهذه احنا مع الدولة ومع الصحة ديال المواطن ومع اي قرار كتجيبو لنا الدولة. احنا بركنا عام دابا وحنا باركين ما خدامينش، كنتسناو بانه يكون الفراج وقلنا الحمد لله ملي الحالات بداو كينقصوا، وكنشوفوا بانه الحالات غاديين في واحد المنحه غادي، كن حنا فرحانين. ولكن بهذا القرار الاخير كيبان لنا باننا نقدروا حتى من في الصيف هذا ما حلوش غادي نخدموا، لانه عندنا كرا مجموع علينا الكرا، عندنا ناس خدامين معانا منهم سربايا منهم الدراري اللي كيهزوا الماتيريال، معانا طيابات، معانا لي فام دو ميناج، احنا ما نقدروش نوفروا لهم. احنا بغينا نبدلوا كاع هاد الدومين وما عرفناش، احنا ما عندناش شي حاجه اللي غادي نعاودوا نديروها من غير هادشي ديال لي تريتور. ملي بان لنا انه المسائل غاديه كتنقص والمرض كينقص فرحنا، بدينا كناخذوا ماتيريال. ولكن ها انتم كتشوفوا القرار الاخير شويه جانا حنايا شويه قاصح، ما عرفناش اشنو غادي نديروا. حنا بغينا شي قرار من الحكومة تعطينا أننا نخدمو. قلنا الحمد لله رمضان نقدرو نخدمو فيه الفطورات، نقدرو نخدمو مع شركات. ملي كنشوفو بأنه 8 الليل كلشي غادي يسدو علي، يعني حنا ما غاديش نخدمو، حنا صافي دابا الباب تسد علينا عاوتاني من جديد. نتمنو من الله أنه يكون شي قرار إيجابي في هاد الأيام المقبلة اللي يفرحنا ويفرح جميع الشعب المغربي. حنا راه حنا مع الحكومه، ما عمرنا كنا ضدها. وبما انه الحكومه كتقول لك اودي راه احترازات وغسل يدين، حنا راه معاكم، حنا في اي حاجه اي قرار قلتوه لينا حنا غنديرو. غير هي حنا بغينا نخدمو شويه نتحركوا، اش غنديرو ولادنا؟ ها هو شهر رمضان كيطلب مصاريف كبيره، حنا ما عندنا منا والو. ها الضرائب، ها المسائل ديال المعيشه، العيش اليومي، القوت اليومي، عندنا والو حنايا، اش غادي نديرو؟ ما عرفناش. نتمنوا من الله انه يكون شي قرار قريب اللي يكون ايجابي ويكون في الصالح ديالنا وفي الصالح ديال الحكومه. هذا هو المطلب ديالنا، ان نحن نكونوا يد وحده، ماشي هما كيشوفوا المسائل من جانب وحنا كنشوفوها من جانب اخر. لا، حنا بغينا نكونوا كلنا يد وحده. اللي غادي يضر الشعب المغربي ولا هادي حنا ما غنديروهاش وما غاديش نخدموا خارج القانون. وراه كيجيونا خدامي، ماشي ما كيجيوناش خدامي، اننا نخدموا في النوار، هادشي حنا ما بغيناش. بغينا شي حاجه نخرجوا نخدموا، حنا نخرجوا حنا وجهنا احمر. اما اننا نخدموا ومضربين، هادشي ما بغيناش. انا هذه هي المطالب ديالي، وكنتمنى من الله انه هذا الشهر الكريم يرفع علينا الوباء وترجع الامور اليوميه كيف ما كانت، ولا يحشمنا مع اي واحد. هذا الشيء اللي كاين اخويا. الناس اللي خدامين معاك، هاد المساكن ديال الميناج وديال هكا، ملي سمعوا هذا الخبر كيفاش المساكن، كيفاش جاو عندك هضرتي معاهم داك؟ كيفاش اخويا اش غنقول لك انا؟ هذاك الشيء اللي كيقدرنا عليه الله راه حنا كنديروه معاهم. ولكن شي حاجه اخرى راه ما هما مساكن تما راه متحصرين، وكيبان لهم بانهم القوت اليومي ديالهم واقف، ما كاينش، ما نكذبش عليك. داكشي اللي كيقدرنا عليه حنا الله راه كنديرو معاهم على قد المستطاع، وحتى حنا راه حنا الجيب ديالنا على قدنا. واش نقول لك غنعطيهم شي حاجه اكثر مني؟ ما نكذبش عليك. انا سمعت انت كنتي فهاد رمضان كنتي في سبيل الله، انا سمعت ما سمعت عندنا ملي كنتي كتعاون الناس القفات ديال هكا في رمضان هكا الفطورات هكا كنتي كتعاون، دابا تحبس، دابا ما كاين لا صدقه لا واه. اذا جينا الصدقه، الصدقه راه دايزه فينا حنا الاولين دابا. هادشي اللي غنقول لك، راه دابا حاليا راه تبرك معايا واحد ربع ساعه، الناس دابا كاع مساكن اللي كنا كنتعاونوا معاهم في سبيل الله راه كيجيو يسولوا، ودابا ما كاينش اش غنعطيهم. ما عندنا، عندنا الله سبحانه وتعالى. نتمنوا من الله انه هذا الشيء يدوز على خير وبخير ان شاء الله باذن الله. شي كلمه اخيره تقول لنا؟ كلمه اخيره كنشكروا الناس ديال شوف تيفي اللي شافوا فينا وجاو
جاو عندنا على غفله وبقاو طبيصلات كما كنقولوا شبعانين غبره رحنا غير جالسين. وكنتمنوا من الله ان الحكومه تدير شي اعاده النظر في القرارات ديالها باش نكونوا كنا غادي في واحد الطريق الصحيح ان شاء الله، والله ينصر سيدنا. وشكرا. شكرا شكرا لك. كنكسو معنا متبع قناة تو تيفي، حنا جينا الامور هانتو مقاد والرزق على الله حتى الطيف هاد الطيفورات خاوين صافي شحال هادي ما خدمو. شكرا متبع قناة تو تيفي، شكرا الاخي، الى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.